FM. الكلمة ليك. علاقتكم بالإعلام جوستومون؟ لا انتبه كمجتمع مدني بالهي. شوف العلاقة قبل ما نحكيوا على العلاقة، ريت كيفاش حكينا على حكاية الترشحات كيفاش صارت إلى آخره، واللي ماخو صفر واللي ماخو كذا. أنت كطرف من المجتمع المدني وقت اللي تشوف هكاك ولاحظت وأنت كنت في قلب المطحنة وتابعت كل شيء، إيش باش تقول من بعد مادام صار اللي صار؟ نقول لازمني نلتزم بالقانون ونحترمه، لكن جو في دوبلي دو فيجيلونس خاطر نعرفوا اللي صار، وهذايا معناتها باش نكونوا حاضرين أكثر. هذه من مهمتنا، راهو نحكيوا على مسار انتخابي، ماناش نحكيوا على لعبه صغيره، نحكيوا على مستقبل بلادنا وولادنا. باه في الاطار هذايا نحن حتى في اجتماعاتنا الرسميه مع الهيئه قلنا لهم راهو ريتها منظمه عتيل ايديها محلوله، نحن نتعاملوا معاكم جوسكو بو، ليسونسيال يكون فما مبدا على الاقل. شو ما رد نتاع رئيس الهيئه ولا نتاع اعضاء الهيئه؟ وقت قالوا ايه وكذا ونتشاروا الى اخره، لكن هاني وريتك وعطيتك البيانات مع كل اسف اللي فماش تشارك. في مثلا خاطر سمعنا زاد بلاتوات نتاع تيلي تجيو تشاركوا فيها انتم، نعطيك الهيئه يقولوا نمتنعوا من حضور. صحيح المعلومه نتاعك صحيحه 100%. كما انا كممثل عن منظمه عتيد وناطق باسمها، اتصلوا بيا معناتها التلفزه هلا تنشمه يتفرجوا فيها بقدام ناس شفت انا قاعد بيت باش نعملوا حوار معناتها بالممثل نتاع جمال منظمه عتيد والممثل نتاع الهيئه اللي هو سي شفيق، ورجعوا لي من بعد نص ساعه باش يقولوا لي راهو معناتها سي شفيق رفض معناتها وجودك، وجود المنظمه في البلاتو، المجتمع المدني ما يحبش يتحاور مع المجتمع المدني، يحب يتحاور مع صحفيين من طراز عالي الى اخره الى اخره. باهي هذا معناتها نحن مش مشكل، هو حر، اما كان من المفروض في حصه كيما هكاك تلفزيونيه معناتها الناس تشاهد فيها، كان المفروض نخرجوا مجتمع مدني وهيئه عليا مستقره انتخابات، زوز اطراف الغير معنيين والاعلام غير معنيين مباشره بالوصول الى السلطه. به مع كل الاسف وقعت عانت ورفض ولا ما نجيش معناتها ابخوندغ واليسي. في حاجه اخرى شنو العلاقه؟ العلاقه راهي مرتكزه، نحن نعرفوا دورنا بالضبط، ودورنا وحدودنا يحددها القانون ما يحددها حد اخر. وقت اللي نحن في القانون المرسوم 88 اللي متعلق بالجمعيات الفصل 5 نتاعو يعطي حق الجمعيات شنو؟ فما زوز حقوق الاولانيين على الاقل، الوصول الى المعلومه وحق تقييم دور مؤسسات الدوله وتقديم مقترحات لتحسين اداء. هذايا ديما اللي نخدموا به، عمرك شي ها ونها نقولها في الاذاعه نتاعكم عتيد نقدت من غير ما تعطي حلول. مستحيل حتى في محادثاتنا مع الرباعي للحوار الوطني صلب المطحنة اللي قاعدة سايرة فيما يخص التزامن إلى آخره، ديما عنا الحلول. بالتالي لهنا كنا نتمنى اللي يكون فيه معناتها تفاعل إيجابي مع الهيئة، وبالرغم من هذا رأي الهيئة كحلة معناتها الترشحات تاع المجتمع المدني لعملية التحسيس أول خرجها اليوم نص الليل، نحن 8 تاع الصباح رجعنا لهم المطلب وحطينا لهم على الذمة في كل مكتب جهوي، عندنا 26 مكتب جهوي من المتطوعين مجانا، في كل مكتب جهوي حطينا لهم 10 من منخرطي ومنتمي العتيد اعضاء منظمه عتيد باش يعاونوا الهيئه في قيامها العمل الميداني في ماده التحسيس والتوعيه للتجهيز الانتخابي. لهنا باش نوريك اللي نحن اون في لا بار دي شوز، حتى اذا كان فما اختلاف في وجهه النظر ولا نقد، النقد هذاك باش نقدموا به القدام، سينو باش نوليو راجعين بالتوالي ويعلم ربي وين باش توصلنا الانتخابات هذه. الكلمة ليك.